السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. آخر ما نختم به أيها الأحباب الكرام، واحد دعوة ديال الخير بالشفاء لكل مرضانا ومرضى المسلمين، ونتوسل إلى الله تعالى بأحب الأشياء إليه. ما هي أحب الأشياء إلى الله تعالى؟ هي الصلاة والسلام على نبيه المختار الشفيع الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين، إنك قلت وقولك الحق، بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله، شافي منا كل مريض، شافي منا كل سقيم، شافي منا كل عليل. يا ربنا أنت طبيبنا، يا ربنا أنت معالجنا، يا رب أنت الشافي وأنت العافي وأنت المداوي، وغيرك لا يستطيع شيء. سبحانك، ما أعظم شانك، توجهنا إليك يا مولانا. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا إن الكثير من عبادك أصابهم الضر وأنت أرحم الراحمين. نتوسل إليك بك يا رحمن يا رحيم بوجهك العظيم، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ونتوجه إليك يا رب العالمين بكل ما فعلناه من خير، من ركوع أو سجود أو استغفار تقبلته منا. نتوسل إليك بصالح الأعمال إن تقبلتها منا يا أرحم الراحمين وكانت خالصة لوجهك العظيم. نتوسل إليك يا ربنا أن تنظر إلى عبادك في هذه الساعة برحمتك المطلقة وعفوك الكبير ولطفك الجميل. اللهم شافنا وشافي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم شافي المؤمنين والمؤمنات، اللهم شافي المسلمين والمسلمات، اللهم شافي الكبار والصغار، الذكور والإناث. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم المؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور. اللهم شافي وعافي، اللهم شافي وعافي يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا رب العالمين، إنك قلت وقولك الحق، بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله، شافي منا كل مريض، شافي منا كل سقيم، شافي منا كل عليل. يا ربنا أنت طبيبنا، يا ربنا أنت معالجنا، يا رب أنت الشافي وأنت العافي وأنت المداوي، وغيرك لا يستطيع شيء. سبحانك،
ما أعظم شانك، توجهنا إليك يا مولانا. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا إن الكثير من عبادك أصابهم الضر وأنت أرحم الراحمين. نتوسل إليك بك يا رحمن يا رحيم بوجهك العظيم، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ونتوجه إليك يا رب العالمين بكل ما فعلناه من خير من ركوع أو سجود أو استغفار تقبلته منا. نتوسل إليك بصالح الأعمال إن تقبلتها منا يا أرحم الراحمين وكانت خالصة لوجهك العظيم. نتوسل إليك يا ربنا أن تنظر إلى عبادك في هذه الساعة برحمتك المطلقة وعفوك الكبير ولطفك الجميل. اللهم شافنا وشافي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم شافي المؤمنين والمؤمنات، اللهم شافي المسلمين والمسلمات، اللهم شافي الكبار والصغار الذكور والإناث. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم بحق قولك والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم المؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور. اللهم شافي وعافي، اللهم شافي وعافي يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا رب العالمين إنك قلت وقولك الحق، بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله، شافي منا كل مريض، شافي منا كل سقيم، شافي منا كل عليل. يا ربنا أنت طبيبنا، يا ربنا أنت معالجنا، يا رب أنت الشافي وأنت العافي وأنت المداوي، وغيرك لا يستطيع شيء. سبحانك ما أعظم شانك، توجهنا إليك يا مولانا. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا إن الكثير من عبادك أصابهم الضر وأنت أرحم الراحمين. نتوسل إليك بك يا رحمن يا رحيم بوجهك العظيم، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ونتوجه إليك يا رب العالمين بكل ما فعلناه من خير من ركوع أو سجود أو استغفار تقبلته منا. نتوسل إليك بصالح الأعمال إن تقبلتها منا يا أرحم الراحمين وكانت خالصة لوجهك العظيم. نتوسل إليك يا ربنا أن تنظر إلى عبادك في هذه الساعة برحمتك المطلقة وعفوك الكبير ولطفك الجميل. اللهم شافنا وشافي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم شافي المؤمنين والمؤمنات، اللهم شافي المسلمين والمسلمات، اللهم شافي الكبار والصغار الذكور والإناث. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم بحق قولك والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم المؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
وشفاء لما في الصدور. اللهم شافي وعافي، اللهم شافي وعافي يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا رب العالمين، إنك قلت وقولك الحق، بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله، شافي منا كل مريض، شافي منا كل سقيم، شافي منا كل عليل. يا ربنا أنت طبيبنا، يا ربنا أنت معالجنا، يا رب أنت الشافي وأنت العافي وأنت المداوي، وغيرك لا يستطيع شيء. سبحانك ما أعظم شانك، توجهنا إليك يا مولانا. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا إن الكثير من عبادك أصابهم الضر وأنت أرحم الراحمين. نتوسل إليك بك يا رحمن يا رحيم بوجهك العظيم، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ونتوجه إليك يا رب العالمين بكل ما فعلناه من خير، من ركوع أو سجود أو استغفار تقبلته منا. نتوسل إليك بصالح الأعمال إن تقبلتها منا يا أرحم الراحمين وكانت خالصة لوجهك العظيم. نتوسل إليك يا ربنا أن تنظر إلى عبادك في هذه الساعة برحمتك المطلقة وعفوك الكبير ولطفك الجميل. اللهم شافنا وشافي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم شافي المؤمنين والمؤمنات، اللهم شافي المسلمين والمسلمات، اللهم شافي الكبار والصغار، الذكور والإناث. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم بحق قولك والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم المؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور. اللهم شافي وعافي، اللهم شافي وعافي يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.